أنا سارة الحسن عبد الجواد، لاعبة المنتخب السعودي للوشو كونفو. الحمد لله اليوم لعبت في بطولة العالم، حققت المركز الثاني. كانت بطولة قوية، منافسة قوية، وبإذن الله حيكون القادم أفضل. بدأت هذه اللعبة من قبل سنتين، الحمد لله حققت إنجازات على مستوى المملكة، واليوم حققت إنجاز على مستوى العالم، الميدالية الفضية. بإذن الله حنحقق إنجازات قادمة أفضل من كده بكثير بإذن الله. أنا ما وصلت لهذا المكان إلا بتوفيق الله ودعم من أهلي والأصدقاء، وكابتن عبد الرحمن العتابي وقف معايا كثير ووصلني لهذا المكان وهذا الإنجاز وهذا العالمية. بإذن الله القادم حيكون أفضل.